شمال إسرائيل بعد إحراق منزلين عربيين ليصل عدد المنازل المحترقة إلى 11 منذ بدء أعمال الشغب مساء الأربعاء الفائت. هذا وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على نحو 50 شخصا من كلا الجانبين يشتبه في أنهم من المهاجمين. ويذكر أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية المكلفة سيبي ليفني قامت الجمعة بزيارة عكا ودعت إلى عدم تصعيد العنف الذي يمكن أن يعرقل تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد استقالة أولمرت. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الناصرة الدكتور حنا سويد العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي. دكتور، سمعنا أن هناك مساعي عربية اتخذت من السياسيين، من أئمة المساجد، من الحركات الموجودة في المجتمع، ولكن لم ندري طبيعة هذه المساعي ومدى فعاليتها. طبعا هذا ينطلق في الأساس من مصلحة المواطنين العرب في عكا الذين لا يريدون لهذه الأحداث أن تتضخم أكثر وأكثر وأن تؤثر على مجريات الحياة اليومية. الحقيقة هي أن الأيام الأخيرة شهدت بعد انطلاقة هذه الأحداث تزايد وإمعان في الاعتداء من قبل مجموعات متطرفة يهودية، هذا مما حدا بقائد الشرطة في المنطقة الشمالية التي تقع فيها عكا للقول بشكل واضح وصريح أن المسؤولين الآن عن إثارة القلاقل والشغب والاعتداءات هم مجموعات من المتطرفين اليهود. أذكر هنا بأن في السنوات الأخيرة كان هناك محاولة مخططة لاستجلاب مجموعات من اليهود اليمينيين المتطرفين ومن المستوطنين الذين أخلوا من غزة ومن قطاعات أخرى للسكن في مدينة عكا، وذلك كمحاولة للتأثير على المبنى الديموغرافي لمدينة عكا حيث يوجد فيها حوالي الربع من السكان العرب وثلاثة أرباع من اليهود، وهناك محاولات لزيادة نسبة اليهود ولتقليل نسبة العرب في هذه المدينة. الآن الوضع في المدينة هو هادئ، ولكن الهدوء هو مشوب بالحذر، وهناك طبعا مبادرات من القيادات العربية لتهدئة الأوضاع. ليس في مصلحتنا أن تتأجج الأمور أكثر في هذه المدينة، ولكن يعني الحقيقة هناك ترديد كثير جدا لمسألة اللعب على التغيير الديموغرافي، ولكن في نفس الوقت نرى أن تسيبي ليفني تحذر، بل تحذيرها شديد اللهجة أحيانا. يعني كيف نفهم، هل هناك تبادل الأدوار ما بين السياسيين والمتشددين اليهود أم ماذا؟ طبعا يعني نحن نتحدث عن التغيير الديموغرافي في عكا كأحد العوامل التي تدفع إلى إثارة مثل هذه القلاقل. باعتقادي أن العلاقات بين اليهود والعرب وخاصة في المدن المختلطة ومنها عكا، إذا سمح لهذه الأحداث أن تتوسع أكثر فهناك انعكاسات وتداعيات على مدن أخرى مثل حيفا، مثل يافا، مثل اللد والرملي وبعض المدن الأخرى التي يسكن فيها اليهود والعرب. باعتقادي عندما تدعو المكلفة بتشكيل الحكومة سيبي ليفني إلى الهدوء، باعتقادي هي تقصد ذلك تماما، وأنا أرى ذلك لأن يعني تزايد مثل هذه الأحداث قد يؤدي إلى تعكير الأجواء بشكل عام في الشارع الإسرائيلي، وله انعكاسات سياسية كثيرة. هناك بعض الأحزاب اليمينية التي تستغل مثل هذه الأحداث لكي تحرض على العرب ولكي تحرض على الأحزاب المعتدلة وعلى الحكومة وعلى الشرطة. ومن هنا أرى أيضا ما قلت بأن قائد الشرطة حمل مسؤولية تأجيج الأجواء للجماعات اليهودية المتطرفة. طيب دكتور، يعني الحقيقة الكل يقول أن الموقف الإسرائيلي موقف يدين فقط، ولكن هذه الإدانة لا ترتقي إلى صيغة قانونية يمكن أن تسن في داخل الكنيسة الإسرائيلية. طبعا هناك كفاية من القوانين في إسرائيل من أجل أن تحمي الأمان والأمن العام، ولكن يبقى الموضوع هو كيف تتعامل مع هذه القوانين ومع هذه التشريعات الجهات المسؤولة عن الأمن والأمان وخاصة الشرطة في إسرائيل. نحن نعرف أنه في كثير من الحالات الشرطة تتساهل عادة مع المعتدين على العرب ولا توقع ولا تنزل بهم العقاب، وهذا مما يزيدهم شدة وبأسا، ولذلك تحصل كل هذه. لكن حسب علمنا دكتور، يعني لا ندري إن كنا صح أو خطأ، ولكن هل هناك فعلا قانون يمنع الاعتداءات من قبل المستوطنين المتطرفين على العرب؟
هناك قوانين تمنع الاعتداءات بشكل عام، يعني إذا جاء هذا الاعتداء على خلفية أيديولوجية من المستوطنين الذين يعني يشعرون بالكراهية للعرب، فباعتقادي أن هذه القوانين يجب أن تكون أقوى وأسطى، وهذا ما هو موجود. ولكن المشكلة في الأساس كما قلت، دعني أوضح ذلك، المشكلة في الأساس هي كيف تتعامل الشرطة، كيف، هل لدى الشرطة يوجد قرار سياسي بالسيطرة على هذه الأحداث ومنع الاعتداءات على العرب أم لا؟ باعتقادي في الأيام الأولى لهذه الأحداث لم تكن هذه النية لدى الشرطة، ولكن عندما رأت الشرطة أن هناك إمعان في الاعتداء على الممتلكات وعلى العائلات العربية، هناك قرار الآن بالتصدي لهذا التوجه. دكتور حنا سويد، العضو العربي في الكنيسة الإسرائيلي من الناصرة، شكرا جزيلا لك.